أي جزاز في إدارة نادي الاتحاد أو المستشار القانوني في نادي الاتحاد تحدث لتركي عبد الواحد حديث له علاقة بموضوع الرشوة وموضوع العنصرية المناطقية اللي ظهرت في الاتحاد في اليومين الماضية، وكان له تعليق على حديث الأستاذ الخولي. نتابع وبعدين ناخذ تعليق الضيوف. الأستاذ لؤي جزاز مستشار مجلس إدارة نادي الاتحاد، يعطيك العافية. الحديث عن الإدارة الاتحادية أنها طالبت بالوقوف أمام واتجاه العنصرية بشكل عام والألفاظ العنصرية تحديدا في مباراة الهلال وما بدر من جماهير نادي الهلال تجاه لاعبي نادي الاتحاد. ظهر على الساحة الآن أحد أعضاء الإدارات السابقة لنادي الاتحاد ويوجه الاتهام للإدارة الاتحادية الحالية بأنها تتبنى العنصرية في موقف سابق، وأنكم يعني تأتون بأمر أو تنهون عن أمر وتأتون بمثله. الحقيقة الكلام يعني اللي قالوا يعني أنا أستغرب جدا، وأستغرب الحقيقة التوقيت حقه، يعني لأنه الدكتور عمر الخولي تكلم في الموضوع هذا من ما أعرف 7-8 شهور يمكن وهو بيتكلم فيه، ولكن ما ذكر ابدا في كل مقابلاته، مع انه ما يعني ما شاء الله عليه طلع في الاعلام اكثر رؤساء الانديه طلعوا، طيب، ولكن عمره ولا في مره ما ذكر الموضوع هذا. ليش تحديدا الان؟ هل في يعني هل في جهه حركته عشان يقول الكلام هذا في الوقت هذا، في وقت ما احنا فعلا كنا اصدرنا في نادي الاتحاد بيان بننبذ فيه هذه العنصريه، فيقوم يطلع يتكلم في هذا الوقت؟ ما أعرف، يعني أنا الصراحة في علامة استفهام كبيرة على الكلام اللي قاله في هذا التوقيت. فالموضوع مو سهل يعني أنك أنت تنساه، أنك ما تقوله أنه والله لما قالوا خذ الرشوة وكمان ترى إحنا نبغى نشيل بن داخل عشان أنه قبلي ونبغى نجيب واحد من أهل جدة، يعني فيعني يعني كل واحد يقدر بالمنطق وبالعقل يعرف أنه في فعلا في تساؤل كبير وفي في في حاجه بتحرك الموضوع. يعني في تناقضات كثير عند الدكتور عمر الخولي. اولا يعني شخص هو اللي يعني هو اللي عرضت عليه الرشوه وطلع قال انه انا عرضت علي رشوه، فاذا انت يعني حريص على مصلحه نادي الاتحاد وتحب نادي الاتحاد كان الاولى، وانت محامي يعني في النهايه دكتور عمر الخولي محامي، كان الاولى انه هو اللي يبادر بانه يروح يتقدم لجهه قضائيه عشان يثبت انه فعلا كان في ناس يعني اشخاص اتهموه عرضوا عليه الرشوه، ويظهرهم امام الجماهير الاتحاديه ويكشفهم امامهم. تجد مثلا الدكتور عمر الخولي يقول لك انا اتمنى، في المقابلات موجوده برضو، انا اتمنى انه احد يحقق معايا عشان اعطيهم الادله واثبت لهم الكلام، وفي نفس المقابله في نفس الوقت يقول لك ولكن لا يستطيع احد، انا اتحدى انه في اي احد يقدر يحقق معي. طب انت بتتحدى عشان ما تبغى احد يحقق معك، ولا تتمنى انه تبغى احد يحقق معك؟ طب هو جات لجنه وقال لك تعال عشان نحقق وادينا الادله، وانت قلت بتمنى؟ طب هو روح قدم لهم. لكن في نفس الوقت يقول لك انا اتحدى، ولما جات اللجنه قال اللجنه هذه ما لها حق ولا تقدر تحقق معايا. فيعني في تناقض كبير في الكلام اللي هو بيقول. المفروض هو يعني الحقيقه يحترم انه هو استاذ في الجامعه وبيدرس ابناء، ولابد انه هو يكون قدوه لهم. انا ما اعتقد انه هذه كقدوه، هذه القضيه لانها قضيه اعلاميه وامام كل الطلبه اللي هو بيدرسهم وغيرهم في الجامعات الثانيه لو بينظروا له كاستاذ في الجامعه. هذا المثال اللي هو بيوصل لهم هو الان، انه انت تقدر تستخدم القانون عشان تسوي اللي تبغاه.